هاي هذا عمرو ابن العاص السهمي القرشي أرطبون العرب أحد هات العرب هات العرب أربعة زيد بن أبيه عمرو بن العاص معاه بن أبي سفيان ولحظة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم جميعا هذول دهات العرب. عمرو بن العاص ما كان ذكي كان داهية من الدهات ذكي إذا طاح بمشكلة يحاول إنه يطلع منه. عمرو بن العاص إذا سقط في مشكلة وخسرانة يخرج منها منتصرا. كان ينتشر في فخذ عمرو بن العاص اللي هم بني سهم كانوا هذولا هم مسؤولين في قريش عن إيش كانوا مسؤولين. تبي تعرف إيش كانوا مسؤولين عنه؟ لا ماني قايل. بني سهم هم كانوا مسؤولين عن التحكيم والمناقب يعني هم مثل القضاة هم اللي يحلون المشاكل اللي جست بين الفخوذ. مثل بني مخزوم كانوا مشهورين بالحرب والتجارة بني سهم كانوا هم مشهورين يعني في القضاء المناقب والحلول. فعشان كذا طلع عمرو بن العاص وهو يرى هؤلاء القوم الأبطال الكبار اللي يحلون المناقب والمشاكل في بين قريش. بن العاص رضي الله عنه كان يشوف أبوها العاص بن وائل كان من زعماء وقادة بني سهم وكان تاجر كبير وكان من قادة قريش في حرب الفجار. كان عمرو بن العاص يشوف أبوه العاص بن وائل في أول الإسلام كان يدافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو ما أسلم وكان يقول إن هناك حلفا بين بني سهم وبين بني عدي ولا يفك ذلك الحزب حتى وإن غير المرء دينه. العاص بن وائل للأسف مات قبل فتح مكة هذا أبو عمرو بن العاص. أما أمه فهي من الملقبة اللي يلقبونه بالنابغة كان اسمها عمرو بن العاص النابغة كان اسمها سلمة بنت حرملة هي من السبايا. لما ولدت عمرو بن العاص ونسبته للعاص بن وائل لم ينكر أحد من قريش. ليش؟ لأنه كان يشبه العاص بن وائل كبي بست منه ولم أحد ينكر وهي سبي كانت مرغمة يعني على هذا الشيء وهذا الشيء ما يعيب عمرو بن العاص. كان غني وتاجر لكنه كان بخيل على عمرو كان يعطي أخوها الثاني اللي مو خليصة وكان يعطيه كثير لكن كان ما يعطي عمرو يعني مطبق معه نظام أمريكي فكان ما يعطي شيء. فأراد عمرو أن يشتغل فاشتغل في الجزارة أول شيء جزار لكنه كان طموحه أكثر ثم اشتغل في بيع الأغنام حتى أصبح تاجر كبير من تجار بيع المواشي. لما مات العاص ما ورث منه عمرو بن العاص شيء. ليش؟ لأنه مات فقير ما عنده شيء أنفق كل أمواله وما احتاج له أصلا عمرو بن العاص لأن عمرو في ذلك الوقت أصبح من يعني من التجار الكبار. عمرو بن العاص كان مشهور بالذكاء مشهور بالحماسة وأيضا كان كثير حركة يعني معه فرط حركة رضي الله عنه يتحرك كثير وكان مغامر يعني يحب المغامر ما يخاف مرة وأيضا كان له كاريزما معينة وكان يلبس كان أنيق وكان إذا قال الكلمة وإن كانت لا تضحك من فم عمرو كان لها طعم آخر. بعد كان الفرق بين عمرو بن العاص وبين معاوية وكلهم من الدهاء أن عمرو بن العاص كان يعني اللي بقلبه على لسانه كان جريء ما يخاف يعني يقول اللي يبي يقوله يعبر عن اللي متسنونه وعن اللي بخاطره عكس عمرو عكس معاوية بن سفيان رضي الله عنه. معاوية كان رجل هادئ ويعني وحليم أما عمرو بن العاص عمرو بن العاص كان أيضا معروف أنه يحل المشكلة يعني على الهواء مباشرة الآن لكن معاوية رضي الله عنه وأرضاهم كلهم كان لا رجل يعني يجلس ويفكر حتى في يوم من الأيام جلس عمرو بن العاص ومعاوية بن سفيان رضي الله عنه وكان في خلاف بينها وبين علي رضي الله عنه وأرضاهم كلهم بعلمكم بالأخف الحين. فقال معاوية أترى أن يعني تغلبنا على علي بفضل منا؟ فقال له عمرو بن العاص جري قال لا والله. عمرو بن العاص في أول حياته كان تاجر وكان يسافر كثير
فتعلم من طبايع الناس والأجانب واكتسب أصحاب كثير. ومن الغريب أنه كان صاحب وصديد للنجاشي ملك الحبشة، وكان يستانس ملك الحبشة النجاشي إذا جاء عمرو بن العاص، كان رجل صاحب طرفة وصاحب كلام شان كان له علاقة مع النجاشي ملك الحبشة. قالت قريش نجعلك سفيرا لنا في الحبشة، وجعلوا معه عمارة أخو خالد، خالد بن الوليد، عمارة بن الوليد، لكن هذا عمارة كان رجل سكير، كان رجل سيء سيء الأخلاق. هم مسافرين في السفينة إلى الحبشة، مسافرين على السفينة إلى الحبشة إلى النجاشي، سكر شوي عمارة كثر، فكأنه يعني نوى وبرده على زوجة عمرو بن العاص. فقال شلون أتخلص من عمرو بن العاص؟ أقتله. فانتظر حتى عمرو يقترب من طرف السفينة ويدفه بالبحر. اقترب عمرو من طرف السفينة ودفوا عمارة في البحر. والغريب أن أهل مكة ما كانوا يسبحون، لكن عمرو بن العاص في بداية عمره تعلم الفروسية، تعلم السباحة، تعلق بخيط السفينة بالحبال حقت السفينة وصعد إلى السفينة. فلما راه عمرو، لما راه عمارة، قال والله ما علمت أنك تسبح، ولا كان ما سويت هاللون. فسكت عمرو، يعني حق الرد احتفظ به، سكت حتى وصلوا للحبشة. ثم أرسل خطاب لأبوه، الخطاب لأبوه، وقال له تبرع مني وعلمه بالقصة حتى يعني ياخذ حقه من يتقاضاه من عمارة. راح العاص بن وائل عند بني مخزوم وقال انتم تعرفون ان ولدي عمرو بن العاص، يعني تعرفون ان ولدي راعي مشاكل، ولدكم عمارة بعد راعي مشاكل، وانا جاي اتبرع من ولدي عمرو اذا سوى شيء العمارة. فاخذتهم العزة بني مخزوم، قالوا تخاف على ولدنا عمارة من ولدك عمر؟ حنا بعد تبرانا من ولدنا عمارة، ودع الرجلين وشأنهما. ف يعني هذه أول خطة وضعها ذلك الرجل الذكي حتى أنه يأخذ حقه من عمارة. عمر بعد ما أرسل أبوه يقول تبرى مني، يبي حتى لو أخذ حقه، يعني ذكي حتى لو أخذ حقه ما تصير حرب بعدين بين قبيلتين ولا فخذين ولا. وعمارة من الوليد كان رجل يعني وقح. في يوم من الأيام أظن وقع على واحدة من زوجات النجاشي، فجاء يخبر عمرو بن العاص، فقال له عمر ما صدقك أنا تكذب. قال باتر أنا أوريك. شام جاء ثاني يوم اللي هو جاي معه عطر أو قميص من حق زوجة ملك الحبشة، فقال صفق له عمرو بن العاص وقال والله ما يعني ما حد صاده مثلك زوجة الملك. واخذ عمرو بن العاص الغميصة والعطر ذهب فيها للناشي، قال وقال له حتى ما يسود وجهي ولد عمي عندك تظن بني شر، هذا واحد من هذا وقع في واحدة من زوجاتك وراها النجاشي. وعرف هذا العطر وجاب عمرو، جاب عمارة، أنا خطي بين عمرو وعمارة، جاب عمارة ابن الوليد أخو خالد وهزه، وثم حكم عليه أن يرمى في الصحراء حتى يموت. يقولون أنهم رأوا عمارة مجنون في الصحراء، فبذلك خذ حقه عمرو بن العاص بهدوء وأخرج عمارة منها وتقاضى منه. فكان رجل صحيح لما سمي الناداه من دولة العرب. عمرو بن العاص أسلم متأخر، أسلم يعني بعد الهجرة قبل فتح مكة، أسلم متأخر مرة، أسلم بعد وفاة أبوه، كان له مال مكة وخشي عليه، وكان أبوه من أشد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم فخشي على نفسه. ويقول بعد معركة الأحزاب بعد الخندق، يقول عندي ناس وأخويا يسمعون كلامي، فقلت لهم لازم نهاجر الحبشة، ننتصر محمد على ربعنا فحنا ما حنا تحديده، حنا في الحبشة، وانتصروا ربعنا يدرون حنا منا وجهنا طوال، نعود ربعنا. يقولوا وافقوني وجمعنا هدية ما فيها في مكة شيء يزرع في ذلك، يعني صخرية إلا حاجة عشوة في مكة تطلع
كانت تستعمل كمنكه. جمعنا شيء كثير من الأدمة، هذه العشبة اللي تدخل من مكة، وكانت تعتمل كتاب اللي حط مع العيش ومع الخبز ومع الطير، وكان يحبها النجاشي. يقول ركبنا مسافرين للنجاشي، يقول وصلنا ولما جينا بندخل على النجاشي وإذا بي أرى رجل اسمه عمرو بن أمية الضمري. هذا الضمري كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فرأيته، يقول قلت أصحابي اللي معي هذا عمرو بن أمية الضمري، هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من أصحاب محمد. أصحابي والله إني لو دخلت على النجاشي الحين وطلبته أن يعطيني عمرو بن أمية الضمري وإني أخذه وأقص راسه وينتشر هذا في قريش، هذا فعل كبير وفعل قوي. يقول فدخلت على النجاشي وقال لي سلمت عليه وسجدت له كالعادة لما ندخل عليه نسجد. يقول فقال لي جبتوا لي شيء منكم من دياركم؟ قلنا له عجبنا لك العشبة اللي انت خابر. يقول وقربته منه وشمه واستانس. يقول قلت له أني شفت رجل عندك يقال له عمرو بن أمية الضمري، هذا عدو لي والقومي، أبيك تعطنيه وقص راسه. يقول فصفع النجاشي وجهه، يقول خفت أنه كسر خشمه. قال أو تطلب مني أن أعطيك رجلا ينزل عليه الناموس الأعظم؟ والله إنه يعني هو يقصد أن هذا الرجل مرسله النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ينزل عليه الناموس اللي كان ينزل على موسى عليه السلام. قال النجاشي اسمع كلامي يا عمرو بن العاص، والله إنه ليخرج أمره مثل ما خرج أمر موسى عليه السلام على فرعون وقومه، اسمع كلامي وأسلم، أتبايعني؟ قال بايع. فمدده النجاشي وبايع عمرو بن العاص. يقول خرجت من عمر وانطلقت ما بين عيوني إلى أبي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنا في الطريق قابلت خالد بن وليد فقلت له وين يا أبو سليمان؟ قال والله لقد استقام الميسم، يعني الطريق واضح وهني ذهب لأسلم محمد. يقول قلت أنا معك. يقول وانطلقنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على خالد وبايع. يقول لما اقتربت من النبي صلى الله عليه وسلم أريد أن أبايعه ومدده، يقول كفيت يدي، قلت يا رسول الله أبيك تسألنا الله يغفر لي ما قبل يعني وما بعد. قال لا تعلمون الإسلام يجب ما قبله يعني ما قبل. أيوة مد يدك، مد وبايع. وهذه قصة إسلام عبر العالم.